اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير واحد نجوم عصر ذهبي كبير جدا وطويل جدا داخل النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن خالد جد الله. ازيك كابتن خالد؟ كابتن اسلام ازيك؟ الحمد لله كله تمام، منور بيك. انا سعيد ان انا موجود معاك. انا سعيد ان حضرتك تكون معايا وشرف لينا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. خليني ابدا مع حضرتك بكلمه الكابتن محمود الخطيب امبارح الحقيقه في ارض الملعب مع اللاعبين. اعتقد ان الكلمه دي زي ما احنا اتكلمنا في البدايه ان هي قد تكون لها تاثير كبير على القادم يا كابتن خالد. طبعا امبارح كابتن محمود الخطيب طبعا عايز اقدم له كل التحيه والشكر والتقدير. لان لما يكون رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والاب بالنسبه للعيبه ينزل الملعب بعد انتهاء المباراه ويتكلم معاهم بهذا الاسلوب، بيحاول ان هو يحميهم من اي كلام هيتقال، من اي كلام في السوشيال ميديا. عايز ياخدهم في حضنه وعايز يحسسهم، يديهم كم كبير جدا من الثقه وحسسهم بامكانياتهم العاليه. قال لهم انتوا احسن لعيبه مش في مصر بس، في افريقيا. ودي حقيقه، فرقه النادي الاهلي من الفرقه القويه جدا ومن احسن الفرق على مستوى القاره الافريقيه. ايوه. التوقيت بتاع الكلام والرسائل اللي اداها الكابتن محمود الخطيب للعيبه ولكل الناس ان كم البطولات اللي هذا الجيل المحترم اللي قدر ان هو ياخدها خلال الموسم اللي فات، زي ما انت اتكلمت في بدايه الحلقه، بطولتين افريقيا، سوبر افريقي، كاس مصر، ثالث برونزيه كاس العالم، انديه العالم. فدي انجازات كبيره جدا جدا جدا. لما يحصل اخفاق بسيط في بطوله الحمد لله احنا معديين ال 40، انا مش عارف 42 43 42 42 بطوله دوري عام، لما يحصل ان في مره وده وارد في كره القدم ان تبعد عننا لاسباب كتيره جدا ممكن ما تكونش متعلقه بينا، ممكن تكون اسباب انا بقول عليها مؤثرات خارجيه. أيوة. ايه هي المؤثرات الخارجيه؟ ضغط الماتشات الرهيب اللي هو ما حصلش في اي دوله في العالم. أيوة. ما شفناش في دوله في العالم كم المباريات وضغط المباريات اللي تعرض ليها اللعيبه هذا في موسمين متلاحقين مع بعض. مظبوط. نمره 2 الحكام. ايوه. بعض الاخطاء اثرت علينا بالسلب في بعض المباريات. ايوه. وكنت بسمعك وانت بتتكلم على الفار وناس بتقول احنا كسبنا وما كانش فيه فار والكلام ده. للاسف الشديد يا كابتن خالد الاهداف اللي اتلغت في وجود الفار دي والبطولات اللي احنا واخدينها وكان فيه فار، بس ده كلام يعني. للاسف يا كابتن الناس الحقيقه بتقول معلومات خاطئه، خاطئه فعلا وكذب، يعني الكلام ده مش صحيح وفي ناس ممكن تصدقها تسمع. بالظبط. لكن الحمد لله جمهور النادي الاهلي زي ما حضرتك عارف طبعا، وزي ما حضرتك دايما بتكون وبتقول دايما ان جمهور النادي الاهلي واعي وعارف كويس جدا طبعاً كم المغالطات اللي بتحصل خلال هذه الفتره. بالظبط. فيعني كابتن خطيب امبارح بصراحه الكلمه بتاعته انا وانا بسمعه وهو بيتكلم اثرت فيها جدا. وبرضه نفتكر هذا الكلام وهذه القعده دي باذن الله هتكون السبب بلعبتنا وفرقتنا وجهازنا الفني والاداري باذن الله. أيوة. في حصد البطولات اللي جايه باذن الله تعالى، في بطولات كتير جايه زي ما كابتن الخطيب قال، احنا داخلين على سوبر كمان شهر، سوبر افريقي، رايحين كاس العالم للانديه. كل الانجازات يعني الاخفاق اللي حصل دون او سوء البخت اللي حصل لنا، لان احنا البطوله دي برضو احنا خسرناها يمكن في ثلاث ماتشات. ايوه. عدم توفيق، قله شويه تركيز مننا، ودي برضو انا ارجعها ان ممكن اللعيبه حسوا ان هم جالهم حاله من التشبع من كم البطولات. هو زي ما دايما بنقول يا كابتن ان كان هناك اجهاد ذهني كبير جدا جدا طبعا، وبدني طبعا وذهني. تمام. ولكن طبعا ده لا يمنع ان هناك بعض الاخطاء الفنيه الواضحه للجميع، يعني يمكن من المرات القليله جدا اللي بيخش فينا اهداف كتيره هذا الموسم. هي قله التركيز يعني. بالزبط. هو ودايما لعيب الكوره لما بيبقى مجهد ذهنيا تركيزه بيقل، وده كان واضح في الاهداف اللي كانت بتيجي فينا بالذات من كرات ثابته. مظبوط. فالكلام بتاع الكابتن الخطيب هيبقى احد الدوافع واحد النقاط المهمه جدا اللي باذن الله هتدفع الفرقه ان احنا باذن الله نحصد البطولات اللي جايه باذن الله تعالى. ازاي هتعمل كده يا كابتن في ظل تلاحق وتلاحم المواسم ورا بعض؟ بمعنى احنا السنه اللي فاتت ما ريحناش ما بين الموسمين يعني. بالظبط. وبعدين السنه دي انت عندك ان شاء الله اخر مباراه يوم الجمعه، هتلعب 10 لعيبه تقريبا او 9 لاعبين هيروحوا منتخب مصر، وبالتالي هم القوام الرئيسي للنادي الاهلي. هيرجعوا من منتخبنا الوطني، هيلعبوا في كاس مصر بناء على التسريبات اللي انا ما اعرفش اللي هي صحيحه ولا خاطئه. وبعد كده هتلعب الدوري، هتلعب السوبر الافريقي يوم 24، وبعد كده تلعب الدوري الجديد.
طب ايه يا كابتن ازاي هتقدر تعمل كده في ظل تلاحم هذا التلاحم الشديد جدا؟ يعني اللعيبه حتى مش هتلحق تريح اربع خمس ايام، في لعيبه 10 لاعبين مش هيلحقوا يريحوا يومين ثلاثه. طبعا، واللعيبه اللي بتروح منتخب مصر دايما منتخبات مصر القوام الاساسي هو لعيبه النادي الاهلي. مظبوط، ودي المسؤوليه الوطنيه اللي بيقوم بيها النادي الاهلي تجاه البلد. مظبوط، ولكن الفتره اللي جايه مش هينفع اللجنه الثلاثيه كاس مصر تضغط فيه ماتشات عشان تتلعب، مش هينفع الكلام ده. انا اعتقد انا شفت كابتن سيد عبد الحفيظ في تصريح لي معاك برضو من يومين او حاجه، قال ان مش هينفع الكلام اللي حصل قبل كده يحصل تاني، ان انت تضغط لي ماتشات في بطوله وعندي بطوله تانية ممكن يتاثر عليا في البطولتين اللي جايين نتيجه ضغط ماتشات ولاعيبه كم كبير هيكونوا في منتخب مصر. انا متهيألي لا، هتكون في وقفه ووقفه جامده. اه طبعا صعب جدا يا كابتن، انا الحقيقه مش متخيل الله يكون في عون اللاعبين في ذلك الوقت. طبعا ومن المفترض ان انت تلعب. اه طبعا، ما هو انت ممكن لا قدر الله تلعب مباراه ويحصل لا قدر الله حاجه، ولكن في كاس مصر يعني، ولكن انت افرض كسبت. أيوة، كسبت ده المتوقع باذن الله. تكسب باذن الله تفضل هتلعب. أيوة، اربع مباريات قبل السوبر الافريقي. قبل السوبر الافريقي في اقل من 10 ايام او 12 يوم بعد الضغط الرهيب دون. لا استحاله بدنيا فنان. لا ولا لو ده ممكن حضرتك قول لنا. ولا بدنيا ما ينفعش، ذهنيا ما ينفعش. غير بقى لو هم عايزين يعملوا اي حاجه في دماغهم، بس ده برضه مش هيتم. يعني باذن الله ان احنا نضغط، لا مش هيتم باذن الله في الفتره اللي جايه. انا بس وكابتن خطيب وهو بيكلم اللعيبه بتاعتنا، انا يا ريت مخرجنا يجيب اللقط نشوف وش اللعيبه كم بقى التركيز. والدوافع الجديده كده. اللقطه يا سمير لو سمحت. الدوافع الجديده اللي اتخلقت نتيجه كلام كابتن محمود ليهم باين على وشوشهم، باين الاصرار وباين التركيز. بص حضرتك على وشوش اللعيبه، كابتن محمود طبعا بيتكلم، شوف وشوش اللعيبه، شوف كم التركيز وكم الزعل. يعني شوف هم زعلانين جدا، يعني هم حاسين بمسؤوليه وحاسين ان هم في حاجه راحت منهم كنا متعودين ان احنا ناخدها عشان يفرحوا جمهورهم، ولكن لاسباب كتير قوي راحت. انما انا شايف ان كلام الكابتن محمود التوقيت بتاعه كمان مهم جدا، وعلى فكره التوقيت ده ما يعملوش غير الكابتن خطيب. يعني ما هو كان ممكن اي حد تاني الكابتن خطيب يتكلم تاني يوم او يقعد معاهم تاني يوم. لا، ده هو في وقتها. التوقيت مهم جدا لان هو طبعا اسطوره كره القدم في مصر وفي العالم العربي. عرف امتى يتكلم وعرف امتى ان اللعيبه دي محتاجه الكلام دلوقتي ومحتاجه الثقه ومحتاجه الحمايه، وانزل لهم الملعب بيكلمهم قدام الناس سواء الاعلام او في الملعب قدام الجماهير. والحقيقه انا الحقيقه مش متصور ان انت يعني مش متصور، انا عارف اللي جوه الواحد بيبقى ايه، جوه الاهلاويه بيبقى ايه، ولكن انت من 2004 ل 2021 انت خسرت 2 دوري. ايوه حضرتك متخيل؟ 2014 2015 و 2021 2021 بطولتين يعني بس. انت خسرت بطولتين دوري. ايوه يعني تخيل حضرتك اللي بيحصل ده كله والزعل اللي جوه الاهلاويه وده كله علشان انت خسرت بطولتين، ما احتفظتش ببطوله الدوري للمره السادسه على التوالي. بالظبط، تخيل حضرتك. يعني انا الحقيقه جمهور النادي الاهلي واخد على البطولات واخد على المكسب، بيزعل لما بيخسر، ولكن الوقت ده والبطوله دي ليها مؤثرات خارجيه اثرت علينا. أيوه. وبعدين مش هينفع، ما فيش نادي على مستوى العالم احسن نادي في العالم، ريال مدريد، برشلونه، ليفربول، مانشستر سيتي، اي نادي مش هينفع ياخد كل البطولات. ما بتحصلش، لان كره القدم ما فيهاش حاجات طبعا ثوابت طبعا، كلها متغيرات طبعا. فلما تيجي خلال سنتين تخش في 6 بطولات تكسب 5 وتخسر واحده وبتبقى بتنافس عليها لغايه الرمق الاخير، ده مش انجاز. انجاز ما بعده انجاز. أيوة. زي ما الجيل دون عمل انجازات ما بعدها انجازات. يعني بصراحه جيل من احسن اللعيبه اللي موجوده على المستوى المحلي والمستوى الافريقي، وباذن الله الاخفاق البطوله اللي راحت دي هتبقى دافع كبير جدا ان احنا نقعد 5 سنين نحصد في البطولات باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. خلال الفتره اللي فاتت وحضرتك دايما متابع لمباريات النادي الاهلي، شايف لعيبه النادي الاهلي مش عايز اقول لحضرتك وصلوا للتوب فورم ولا يعني من وجهه نظرك شايفهم ازاي؟ لا شايفهم هم يمكن معلش يعني انا هقول حاجه اتفضل، يمكن هم فكروا في الدوري باسلوب في الاخر اقل شويه، افتكروا ان البطوله سهله بالنسبه لنا. واحنا فعلا احنا امكانياتنا اعلى، فرقه النادي الاهلي امكانياتها اعلى من اي حد. أيوه. على المستوى المحلي، فهم يمكن فكروا ان يعني ركزوا في بطوله افريقيا
سوبر افريقي، كاس عالم الانديه، بطوله الدوري، هم ممكن يكونوا فكروا ان العمليه هتبقى سهله شويه. ايوه التوفيق شويه بعد، مؤثرات خارجيه، ضغط الماتشات مع الحكام والاخطاء اللي حصلت ممكن تكون عن قصد او غير قصد، ولكنها حصلت، اثرت طبعا بالسلب في بعض المباريات في بعض النتائج. لان احنا يعني انا كنت متوقع ان البطوله لا بتاعتنا، وان احنا هنفرق، هناخد البطوله بفرق 2 بونت، ولكن برضو الكره مش عايزه تيجي ناحيتنا ساعات. الكره كده يعني طبعًا. ساعات انت بتحس بيها، لا الكره مش يعني عايزه. يعني يا كابتن معلش عشان الجمهور يفهم التوفيق يعني حته التوفيق ساعات لما يبقى في توفيق، لا بتلاقي كل حاجه انت بتعملها بتبقى موفق فيها، فرصه جات لك فرصه واحده بتجيبها جون، يعني بتكسب الماتش، يعني الظروف كلها حتى الظروف الخارجيه تبقى في صالحك. أيوه. ولكن في الفتره الاخيره بالذات في اخر 10 ماتشات، في اخر 10 ماتشات في الدوري، هو هنا حصل حاله من التشبع بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، فقدوا التركيز شويه والتوفيق بعد عننا شويه. ايوه دي من الحاجات، زائد الاخطاء التحكيميه. الاخطاء الخارجيه تمام، لكن احنا بالنسبه لاخطاء احنا بقى خلينا نتكلم عن اخطاء احنا الداخليه. اول حاجه قله التركيز. نمره 2، انا وقفت عند حاجه انا ما فهمتهاش. ايوه يعني بس هقولها، لان هو لا 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 احنا لازم يعني مش هتبقى حاجه وحشه ان احنا نقول اخطانا يعني طبعا، او التفكير. المنتخب الاولمبي وهو بيلعب البرازيل، واحنا بنلعب البرازيل، الماتش ده كان يوم سبت. ايوه هنكسب هنكمل، صح، هنخسر هنرجع، مظبوط. الفرقه خدت اجازه 4 ايام او 3 ايام، لا 3 ل4 قبل الماتش، قبل ماتش البرازيل فرقه النادي الاهلي. اوكي، توقيت الاجازه ان انا ادي اجازه وانا لسه مش عارف المنتخب هيرجع ولا هيكمل. كان لازم نستنى شويه، عشان لو خسرنا من البرازيل زي ما حصل، ايوه هنرجع، يبقى كان ممكن الاجازه تتاجل شويه. بس حضرتك كنت ساعتها لعبنا 4 مع سيراميكا كيلوباترا، كسبنا، عملنا ماتش كويس، اللعيبه ريحت من 3 ل4 ايام. هي لا 3 ل4 دي وقت طويل، راحه سلبيه، وقت طويل ما بين الماتشات. اوكي تمام، جينا لعبنا سيراميكا كليوباترا، عملنا ماتش كويس وادينا بشكل كويس، ولكن بشكل كويس من المخزون اللي عند اللعيبه الداخليه. لعبت البنك الاهلي بعديها تعادلت، لعبنا الاسماعيلي، ولا لا مش البنك، لعبنا الاسماعيلي. الاسماعيلي الاسماعيلي بعديها حصل هنا الدروب. في ماتش الاسماعيلي حصل الدروب. ايوه فانا الحته دي انا حتى يعني لما عرفت ان الفرقه اخذت اجازه وبنلعب، ممكن اتناقش معاك في النقطه دي تحديدا. طبعا اتفضل. النقطه دي تحديدا يا كابتن، ما هو ممكن نقول ايه، حضرتك كنت لسه بتتكلم عن الاجهاد. ايوه وبالتالي انا لما ادي 4 ايام اجازه انا محتاج اللعيبه بتاعتي تريح. وخلي بال حضرتك، انت فاكر لما موسيماني ادى اجازه 6 ايام او 7 ايام قبل نهائي افريقيا؟ اوكي. والناس كلها قالت لك لا ما ينفعش وكده، اتضح ان حتى كان الكابتن سيد عبد الحفيظ معايا. أيوه. بعد السوبر الافريقي. أيوه. ان الكابتن سيد عبد الحفيظ معايا هنا على الهواء. ايوه وقال لي احنا قلنا للعيبه ياخدوا 2 يومين راحه سلبيه او 3 ايام راحه سلبيه، تمام، وبعد كده يبتدوا يشتغلوا في الجيم بحاجات معينه احنا قايلينها لهم، تمام، مع تمرينات معينه تتعمل كويس بحيث ان هو يحافظ على. وبالفعل ده اللي تم، اللي تم، وكان شكل النادي الاهلي كويس جدا في الست ايام اللي هم خدوه اجازه قبل ماتش. أيوه كان الترجي. كان قبل ماتش الترجي، مش فاكر الترجي ولا أوكي. كان الترجي تيالي. بس يا كابتن اسلام، في فرق بين الراحه السلبيه، انا ممكن استريح واستعيد شفائي بدون ما اريح راحه سلبيه. ايوه لا بالعكس، ده الاستشفاء هيبقى احسن لي من ان انا اريح خالص. ان انا لو بروح النادي بعمل عمليات الاستشفاء، ومتهيألي يعني النادي فيه اجهزه على اعلى مستوى ان هي زي اللعيبه استعيد شفاء. انما الراحه السلبيه دي لا، مش يعني حتى في علم التدريب الرياضي 3-4 ايام راحه سلبيه، لا انت بتفقد تقريبا من 60-70% من مخزونك البدني. تمام، دي نمره 1. نمره 2 قله التركيز نتيجه التشبع من البطولات. اوكي، يعني من كتر الماتشات وكتر المكسب وكتر البطولات حصل عمليه تشبع بالنسبه للعيبه، وابتدوا يفكروا ان بطوله الدوري بطوله سهله هناخدها. التفكير ده اكيد كان موجود، لان طالما التركيز قل يبقى انت مش مهتم قوي، او نازل عارف ان انت هتكسب. فهي فتره من الفترات في الاخر، بالذات في اخر 5-6 ماتشات وضحت جدا النقطه دي. النقطه الثالثه برضو، في لعيبه غايبه عنها الدوافع،
دوافع جديده، ازاي ان انا اخلق لنفسي دوافع جديده بحيث ان انا اتكلم عن النقطه دي، اطلع اطلع كل اللي عندي. ما هو لعيب الكوره لما بيحصل بيهدى شويه، لا كل ما يهدى لازم تدي له دافع جديد. كلام الكابتن محمود الخطيب ده انا بقول لك باذن الله تعالى من هيبقى من اكتر حاجه هتدي دوافع للعيبه، مش سنه البطولات اللي جايه دي وقدام كمان شويه. ايوه ليه؟ لان انت لازم كل شويه تخلق دوافع جديده بالنسبه للعيب. اللعيب المصري دايما كل ما بيعمل حاجه كويسه بيهدى شويه. بس انت عملت ست حاجات يعني، مش حاجه واحده يعني. خمس ست حاجات لازم بين كل حاجه. لا انا لا ابرر عدم التركيز، ولكن انا بقول لحضرتك ان الموضوع يعني صعب برضو يا كابتن ان انا اخلق دوافع جديده بعد خمس بطولات او ست بطولات، ولا لا؟ ده كل يوم حتى في التمرين لازم تخلق دوافع جديده. هي بتبقى يعني مش دوافع بمعنى ان لازم حاجه جديده. لازم لعيب الكوره كل يوم حتى في تغيير الوحدات التدريبيه، كل ما دي حاجات جديده، كل ما بتغير، كل ما هو ما بيشوفش اللي خده امبارح بيلاقيه اتغير، فبيبقى عنده شغف على التمرين. ده على جزئيه مثلا التمرين. أوكي. بالنسبه للماتشات، بالنسبه للبطولات، لازم يكون في دوافع جديده بتخلق للعيبه بحيث ان هي ايه ما تكسلش شويه. حاجه تانية في النقطه التوفيق دي والمؤثرات الخارجيه زي ما قلت لك. خلينا نتكلم في اللي يخصنا احنا بقى، هي يخص الفريق. الحاجات دي استغلال الفرص. استغلال الفرص ازاي؟ ان انا ما ادخلش الفريق اللي بيلعب قدامي ادخله معايا في الجيم. انا النادي الاهلي، لازم من الاول اضغط اكسب، خلاص الماتش اتفتح هجيب جوان تاني زياده. الدنيا بتتغير. أيوة. غير لما امشي على مهلي وبعدين اسيب الدنيا، وبعدين ممكن يجي فيا جون ما اقدرش اعوضه او ابذل مجهود زياده عشان اعوضه واكسب. فاحنا دايما النادي الاهلي متعود ان هو الفعل وليس رد الفعل، وليس رد الفعل. على طول من الاول هو بيضغط في نص ملعب الفريق المنافس ايا ما كان، لان امكانيات اللعيبه اللي عندها تسمح بذلك. وان انت تخلص، كل ما تخلص الماتش بدري خلاص الجيمات بتفتح، بدل ما فرقه بتلعب قدامك بتدافع 90 دقيقه تلاقيش مساحات، والهدف بالنسبه لاي فريق بيلعبك عايز ياخد النقطه، لما يجيب في جون بدري الماتش بيتفتح وتقدر امكانيات فرقتك تبان. طيب التدعيمات اللي المفروض تحصل بقى خلال الفتره القادمه من وجهه نظرك في النادي الاهلي، احنا سامعين حتى الان لم يتاكد شيء ان هناك بعض اللاعبين هيخرجوا من النادي الاهلي وبعض اللاعبين هيكونوا قادمين للنادي الاهلي، من وجهه نظرك التدعيمات اللي محتاجها النادي الاهلي، اللاعبين اللي ممكن او المراكز اللي ممكن ينتظرها النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. هو برضو انا عايز يعني ايه نتكلم على كابتن محمود خطيب ولجنه التخطيط طبعا ودورهم الكبير قوي في بناء هذا الفريق. ما هم اللي دعموا الفرقه دي، وهم اللي جابوا اللعيبه دي اللي هي بقت نجوم واكتر من نجوم. أيوه. فهم قادرين، هم اكتر ناس اكتر مننا عارفين ايه اللي الفرقه محتاجاه وايه التدعيمات اللي ممكن يجيبوها. ولكن انا هعلق على الاثنين اللعيبه اللي احنا تعاقدنا معاهم، بتاع سيمبا ولسه حتى الان لم يتم الاعلان رسميا لسه يعني، انما لو باذن الله هيتم الاعلان رسميا، لا اثنين لعيبه هيكونوا اضافه كبيره جدا. وبرضو انا يعني كلاعب سابق او من الجمهور دلوقتي واحنا بنتفرج، اشكر كابتن محمود الخطيب اللي هو المشرف عام على الكوره واللي هو مسؤول عن الكوره تمام، ورئيس النادي طبعا، ولجنه التخطيط في اختيارها للعيبه بتدعيم المراكز اللي ناقصها في الفرقه يعني. ايوه ولكن حضرتك مع التدعيم، لانه البعض يقول لك ايه بسم الله ما شاء الله يعني ان الفريق متكامل والفريق كويس وبتاع، لكن حضرتك مع التدعيم؟ اي اضافه هتزيد اي اضافه طبعا انا معاها. يعني اللي انا هجيبه لازم يكون احسن من اللي عندي، مش زيه، لازم يكون هيديني ميزه او هيبقى اضافه هيضيفها لي مش موجوده عندي. وحضرتك بتتفرج على المباريات، انا مثلا لو لعيب والدوري انتهى العب مباراه اسوان ازاي اللي جايه؟ اللي جايه النادي الاهلي يعني يلعب مباراه بنفس الفكر ايا كان اللي هيلعب، حتى لو مستر موسيماني هيريح ناس وهيدي فرص للناس، الناس تنزل بنفس اسلوب النادي الاهلي اللي بيلعب بيه. ازاي اضغط من نص ملعب الفرقه اللي قدامه، ازاي اخلص الماتش بدري، وازاي اكسب، وازاي لو جبت جون اجيب اتنين وتلاته. انا هقول لك حاجه يا كابتن اسلام، مره كنا باللاعب في الدوري العام، ممكن يكون موسم 84 85 نادي الترسانه، كابتن طارق سليم الله يرحمه كان هو زي مدير الكوره. لعبنا الشوط الاولاني كسبانين 3-0 وفرقه ترسانه ما عدتش نص الملعب، يعني مش فاكر مين كان واقف جون ثابت،
فرقه ترسانه ما عدتش نص الملعب وجبنا ثلاث اجوان، ما وصلوش للجون بتاعنا يعني خالص، وكسبانين 3-0 وطالعين الشوط الاول. خلاص الماتش خلص يعني. اول ما دخلنا الاوضه كابتن طارق سليم بيزعق لنا، بيزعق انتوا ايه والدلع دون، انتوا مش عارف ايه الماتش مش، واحنا كسبانين 3-0 وفرقه الترسانه ما عدتش نص الملعب. فهو ده النادي الاهلي، هو ده اسلوب النادي الاهلي من الاجيال اللي قبلينا وبعدين احنا واللي بعدينا. فيوم الجمعه ماتش اسوان فرقه نزلت ملهاش اي، انما احنا النادي الاهلي، اسمنا النادي الاهلي، لازم ننزل نلعب بنفس الاسلوب اللي احنا متعودين نشوف فرقه النادي الاهلي الفانيلا الحمراء بتلعب بيه. فلازم يضغطوا من الاول ولازم يكسبوا، ولازم كل واحد يبقى عنده دافع. لو انا ما كنتش بلعب اهي فرصه عشان اوري عشان نفسي، العب بالزبط. عشان العب واوري نفسي، لان الفتره اللي جايه ممكن تبقى فتره حرجه، في ده يقعد ده مش محتاجينه ده، فكل واحد لازم يثبت نفسه. عموما هنكمل كلامنا وهنسال كابتن خالد عن موسيماني وتقييمه لموسيماني خلال 8 شهور او 9 شهور منذ بدايه عمله كمدير فني وحتى الان. نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نسال كابتن خالد عن موسيماني وتقييمه لبيتسو موسيماني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خالد، تقييمك بقى لبيتسو موسيماني وجهازه الفني خلال 8 شهور او 9 شهور من العمل مع النادي الاهلي كمدير فني، كاول مدير فني افريقي يكون متواجد في النادي الاهلي. 7 بطولات او 6 بطولات، خد 5 وخسر 1 وبرونزيه كاس العالم. لا يعني احنا لو هنيجي نتكلم على مستر بيتسو موسيماني، طبعا هو مدير فني ناجح بكل المقاييس. طيب البطولات اللي دخل فيها كلها اخذها، شكل فرقه النادي الاهلي شكل كويس جدا، الاداء الفردي والجماعي بالنسبه للاعبين كان على اعلى مستوى. واكبر دليل على كده ان احنا قدرنا ناخد البطولات اللي اشتركنا فيها. طيب فطبعا تقييمنا لبيتسو موسيماني يعني هنقول ايه، مدير فني كبير بيقرا الماتشات، كوتش كبير بيقرا الماتشات كويس. يمكن في بعض الاحيان الظروف لما بتبقى معاكسه شويه يعني، وده وضع طبيعي. ممكن ان هو في تغيير في مره، لا هو المدير، ولكن في المجمل لا طبعا مدير فني كبير وناجح بنسبه 99%. المدير الفني برضه يا كابتن بيجهد ذهنيا وكل حاجه يعني، طبعا عشان الناس ممكن تكون بيجهد، هو كفايه التفكير في في تشكيل الفرقه، في اعداد الفرقه، في التغيير، في قرايه الماتش. لو هو واقف وذهنه مش صافي في حاجه هو بيفكر فيها بتأثر عليه. لازم يكون المدير الفني ذهنه صافي، ما فيش اي ضغوط عليه، على اساس يقدر يقرا الماتشات كويس ويقدر يغير ويعمل تغييرات. فبرضو انا نقدم الشكر للكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط على اختيار موسيماني. ما انت اخترت، كانت مخاطره كبيره في الاول، مخاطره، ولكن طبعا ثقه في عينيهم هم. أيوة. وفي دراستهم لامكانيات موسيماني ومتابعته، لان انت برضو صعب قوي ان انت تجيب مدرب افريقي وينجح. أيوة. هم جابوا مدرب افريقي ونجح، كسب بطولتين، لان هو يعرف كل الفرق على مستوى افريقيا. مزبوط. اللي انت بتلعبها، فدي كانت طبعا. وفكره كمان يا كابتن ان هو اندمج بسرعه جوه الثقافه المصريه والجمهور الاهلاوي اعتقد ان ده برده مش اي حد يعمل كده. لا طبعا هو واضح ان شخصيته هو طيب، يعني هو واضح ان هو شخصيته طيب جدا وعشري جدا، تعلق باللعيبه وبالجهاز وتعلق بالبلد. وتعلق بمجلس اداره والكابتن محمود الخطيب، يعني هو حابب النادي الاهلي. حب الاجواء، وانا يمكن شفت له تصريح مره قال لك انا بحمد ربنا ان انا موجود في النادي الاهلي. اذا كان موسيماني بقى بيقول كده، ما بالك اللعيبه بقى اللي موجوده هتقول ايه. فطبعا نعمه النادي الاهلي نعمه كبيره جدا، لازم على كل واحد موجود جوه النادي الاهلي يصون هذه النعمه. يعني انا سالت حضرتك السؤال ده ليه؟ لانه في بعض المدربين الاجانب اللي جم مصر الحقيقه ما قدروش ان هم يتاقلموا مع الموضوع، بالتالي ده يحسب برضو البيتسو طبعا. وهو مبسوط جدا، يعني انا معلوماتي ان هو متاقلم جدا ومبسوط جدا بمصر وسعيد جدا بوجوده في النادي الاهلي. فدي برضو حاجه من الحاجات الكويسه، ان انت تجيب مدير فني ليه اسم وخبره ويقدر يتعايش ويقدر يتاقلم في العيشه جوه مصر. في العيشه. طيب الجهاز الفني ودور بيتسو موسيماني واضح جدا، ولكن بقيه الجهاز كابتن سامي قمصان، بقيه المدربين اللي موجودين معاه، من وجهه نظرك حضرتك برضو شايفهم ازاي؟ لان الحقيقه كابتن سامي قمصان ودوره الكبير، وبعد كده هبقى ارجع بقى اتكلم على الاداره وكابتن سيد عبد الحفيظ. لا سامي طبعا يعني كابتن سامي من المدربين كويسين جدا الواعدين جدا. أيوه. مخه كويس، فكره كويس،
برضه هو كوتش كويس، يعني هو بيقرا الملعب كويس، عنده امكانيات فنيه محترم. فسامي طبعا من الكوادر كمان اللي اكتشفها النادي الاهلي. ايوه، وفعلا هو قد المسؤوليه ويستحق ان هو يكون في هذا المكان. يعني امكانيات فنيه عاليه، بيقرا الملعب بشكل كويس جدا. ويمكن في الفتره الاخيره كنا واحنا بنتابع الماتشات واحنا بنتفرج كنا بنشوف تدخلاته الفنيه مع موسيماني بيروح يساله مظبوط طبعا، ودي مش من فراغ. الثقه لما تيجي من المدير الفني ان هو يسمع للمساعد بتاعه، دي ما بيجيش من فراغ. مظبوط، يبقى اكيد المدير الفني مقيم امكانيات سامي، هو امكانياته الفنيه كبيره. فطبعا يستحق ان هو يكون موجود. هل من الممكن ان احنا نشوف بيتسو موسيماني قبل ما اروح للاداره؟ اشوف نشوف بيتسو موسيماني ان هو يغير من طريقه اللعب في الموسم اللي جاي، بمعنى احنا بنشوفه ان هو يعني لعب بيلعب بطريقه معتاده 4-2-3-1، شكل الطريقه يعني 4-2-3-1، في بعض المباريات المهمه بيلعب 4-3-3. هل ممكن يغير طريقته تماما خلال الموسم القادم؟ لان احنا شفت برضو كابتن، ما اعرفش حضرتك رايك ايه، عنده مرونه حتى في اماكن اللاعبين، يعني بتلاقي طاهر ناحيه الشمال شويه وناحيه اليمين شويه، حسين نفس الكلام، اكرم توفيق جابه من وسط الملعب حطه ناحيه اليمين، رامي ربيعه شويه لعب ناحيه اليمين، لاعب احمد حسن كوكا اللاعب الناشئ الصغير لاعبه حطه ناحيه باك ليفت وهو بيلعب في نص الملعب، وبالتالي المرونه دي موجوده عنده. ايوه، فهل ممكن نشوف تغيرات في شكل الطريقه خلال الفتره اللي جايه؟ اكيد هنشوف، لان أكيد. هي امكانيات لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده تساعد اي مدير فني ان هو يختار الطريقه ويغير في طرق اللعب. تمام، حسب كل ماتش هو بيلعبه، حسب قوه المنافس او ضعفه. بس هو بيبقى ليه في الاخر سقف معين او يعني بالزبط. لا شكل معين للفرقه، يعني دايما احنا بنلعب 4-2-3-1. ايوه، ولكن في بعض المباريات القليله 4-3-3 كذا كذا. هل ده ممكن بقى يغير الشكل العام اساسا؟ بمعنى هل ممكن يروح ل 3-4-3 ل 5-3-2 3-5 كده؟ لا انا لا 5-3-2 لا يعني دي بعيده شويه، و 3-4-3 برضو بعيده شويه، ولكن الطرق اللي هو ممكن ان هو يغير فيها ويستخدمها والامكانيات اللعيبه بتاعتنا تساعده على ذلك، ال 4-2-3-1 4-3-2-1 4-3-3 يعني في النهايه 4 ورا 4-4-2 طبعا طبعا 4 ورا. هو يمكن يعني حته الخمسه ورا والثلاثه ورا دي المديرين الفنيين اللي بيلجأوا ليها بيبقى عايز يستحوذ على الكوره من تحت. أوكي. يعني يبقى ضامن ان الكوره ما بين الثلاثه السرد باكات لما بيفتحوا بعرض الملعب عند بناء اي هجمه يقدروا يبقى فيه ان هم يستحوذوا على الكوره ويقدروا يبنوا الهجمه من تحت كويس. ايوه، ليه؟ ودايما كل الفرق اللي هتلاقيها كده هتلاقي عندها في نص الملعب ما عندهاش صانع العاب. ايوه، مفيش صانع العاب، لان انت لو عندك صانع العاب في نص الملعب خلاص هيقدر يعمل لك الدور ده بس من قدام. ولكن الفرق اللي بتلعب ثلاثه، يعني المنتخب الاولمبي بتاعنا في الاولمبياد كنا بنلعب ثلاثه سنتين ثلاثه صح، وكانوا بيعملوا الحته دي كويس، كان الونش وحجازي واسامه جلال. ايوه، في حته بناء الهجمه. اوكي، ليه؟ لان احنا ما كانش عندنا حد في نص الملعب كبلاي ميكر يقدر ان هو يستلم الكوره ويلعب الناس. فهي بتبقى كده، انما احنا في النادي الاهلي لا، ما عندنا ناس في نص الملعب يقدروا يقوموا بالشكل كويس. وولتر بواليا هل خد فتره كافيه للحكم عليه خلال الفتره اللي فاتت؟ انا من وجهه نظري كان محتاج ماتشات اكتر. يعني كان محتاج انه يلعب اكتر، لان في فراوده كابتن اسلام اللي بيجيبها الماتشات اللعب، وفي كل ما يبعد كل ما يبقى بعيد بقى قوي عن مستواه. لازم تبقى رجله في الملعب على طول. بواليا من النوعيه دي، ان هو عايز على طول رجليه في الملعب. كل ما هيلعب كل ما هيبقى كويس، ويمكن في الفتره الاخرانيه لما ابتدى يلعب ابتدى يجيب اجوان وابتدى شكله يبقى شويه كويس. أيوه، ولكن كان محتاج شويه استمراريه. ولكن تالق محمد شريف طبعا، ما هو بالظبط انت يعني كراجل يعني مدير فني كبير وشفت ازاي توازن. يعني انا عندي لعيب بيجيب كل ماتش جول، ايوه، وجايب 19 جول، ايوه، اعمل ايه عشان الاعب التاني؟ اغير طريقه اللعب، العب براسين حرب، يعني بدل ما نلعب 4-3-3 مثلا يبقى في راسين حربه. اوكي، ويبقى ان انا لو عايز ان انا شايف ان انا عايز استفيد من بواليا اكتر. وكان بيعمل كده لما في المباريات اللي بيبقى بيتعادل فيها او بالظبط بيعمل كده اهو. انما طبعا محمد شريف التالق بتاعه حاجه بسم الله ما شاء الله. ما ينفعش دلوقتي واحد متالق وبيجيب اهداف تقعده. لا ما ينفعش طبعا خالص. لا يعني هي كانت الحاجه الوحيده ان هما الاثنين، يعني بواليا يلعب مع محمد شريف،
تلعب براسين حربه. ايوه. وبرده حته تحركات راسين حربه انت ممكن يضطر يعني يبقى واحد بيتطرف يبقى الثاني يعني ليها تحركات وليها فهم، ولكن أيوة. طبعا التالق الكبير اللي عمله محمد شريف حاجه بسم الله ما شاء الله، ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه من ورجع الحمد لله الماتش اللي فات. الحمد لله. لعيب سوبر يعني. برضو يا كابتن عايز اخد حضرتك للحته الدفاعيه، لانه انا الحقيقه عندي هاجس من الناحيه الدفاعيه تحديدا. ليه؟ لانه انا دايما بحب لما اجي اتكلم بالارقام. أيوة. يمكن من المواسم اللي مش كويسه للنادي الاهلي في من الناحيه الدفاعيه. من الناحيه الدفاعيه على الرغم ان انت لما تيجي تتكلم عن محمد الشناوي احسن حارس في مصر طبعا، ايمن اشرف نفس الكلام. أيوة. بدر بنون نفس الكلام. علي معلول نفس علي الكلام. معلول محمد هاني اكرم. خلينا نتكلم في العمق في بقيه الناس اللي موجوده، ياسر ابراهيم، سعد سمير، رامي ربيعه، كل الناس اللي موجوده كل واحد اسم كبير جدا، ولكن اصابات، الثنائيات ما بتكملش مثلا 3 4 ماتشات وتلاقي الاثنين وقعوا مره واحده. بالظبط. وبالتالي طب ايه الحل يا كابتن؟ ما هو ان انت يخش فيك في الدوري عدد كبير زي ده من الاهداف، اعتقد ده شيء مقلق. شيء مقلق طبعا. بالذات للنادي الاهلي. بالظبط. واللي يقلق اكتر ان احنا جه فينا جوان من كرات ثابته كتير. اوكي. كرات عرضيه والكلام ده. نقطه كويسه دي. وده ينم ان مفيش تركيز، لان اسهل حاجه على المدافع واحد بيمسك وانت واحد بس. الكره الثابته كل واحد مع واحد شايف الكوره وشايف الراجل، وانت طبعا سيدي عارفين انت كنت يعني من المدافعين الجامدين يعني. فدي اسهل حاجه، ولكن كان بيجي فينا جوان منها. ده بينم قله التركيز عند اللعيب او الثقه الزياده، يعني يا اما ثقه زياده يا اما قله التركيز. ساعات اللعيب يقول لك يا عم مش عارف يرفعها، يعني ما انا لو اجيبها ونط بالظبط يعني هاخدها يعني. ده بلغه اللعيبه يعني. فدي طبعا كانت من الملاحظات الفنيه الدفاعيه اللي لازم طبعا الجهاز. طب حلها ايه يا كابتن؟ ما احنا برضه بنقول وعايزين نحل. التدريب حلها. التدريب طبعا. اوكي. التدريب على طول يعني. ما كانش في وقت انت كل 3 ايام ملاحظات حتى لو لا حتى لو نظري يعني نظر. حتى طبعا. أوكي. ما هو المدير الفني يعني ما عندوش الوقت ان هو يشتغل جوه الملعب ويصلح الاخطاء، بيصلحها نظري اقل حاجه يعني. عن طريق المحاضرات وعن طريق الاجتماعات مع اللعيب. طيب حضرتك بتقول لي دايما حتى في الكرات الثابته واحد ضد واحد او واحد بيمسك واحد. طيب هل ده الحل للموضوع ده عند موسيماني ولا عند اللعيبه؟ لا عند بنسبه كبيره عند اللعيبه يا كابتن. ايوه. لانه انا في الاخر بقول لحضرتك ايه؟ أيوة. انت بتيجي تقول لي يا اسلام امسك محمد. ايوه. وبس. خلاص. صح؟ ايوه. لو حصل تقصير يبقى منك. اوكي. ما انا قايل لك. لا وبعدين الكور الثابته مش حكايه واحد ضد واحد بس، يعني مثلا لو اتكلمنا على الكورنر بتلاقي مثلا في واحد مكلف انه يقف على السكس يارد عشان لو الكوره جت قليل، واحد على العرض، واحد على العرضه القريبه، واحد على العرضه البعيد. دي مسلمات طبعا. دي كل واحد بيحمي الحته اللي فيها. مظبوط. تمام. بقيه الناس كل واحد مع واحد، وبتدي مساحه لحارس المرمى عشان لو هيطلع يبقى برضو الدنيا قدامه يقدر يجري خطوتين ثلاثة ويقدر يطلع. فدي حاجات، دي ثوابت بتتحط في كل محاضره قبل كل ماتش لازم المدير الفني بيحددها، وبيحدد اللعيبه اللي هتتمرجس في الـ في الـ في الـ في المساحات دي، السكس يارد، العارضه القريبه، العارضه البعيده، كل واحد مع واحد وحارس المرمى. ولكن على الجانب الاخر برضه هناك تطور كبير لبعض اللاعبين اللي ما كناش بنشوفهم بهذا الشكل، يعني عمرو السوليه تطور كبير في اداء عمرو، محمد الشناوي ايضا تطور كبير في اداء محمد الشناوي، محمد شريف تطور كبير في قفشه. قفشه طبعا تطور كبير في اداء قفشه، وبالتالي اعتقد ان ده بيرجع لاداره فنيه قدرت ان هي تعمل الشغل ده بشكل جيد. طبعا. ما هي مسؤوليه الاداره الفنيه الارتقاء بمستوى اللعيبه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. كفرقه ازاي بتتحرك كلها مع بعض وانت بتهاجم وانت بتدافع. ايوه. وفرديا كل واحد يعني قفشه. قفشه بسم الله ما شاء الله، انا لما بتفرج عليه بحس ان الكره سهله، يعني بحسس ان الكره دي سهله قوي يعني. الباصه سهله والشوطه سهله بس احنا عندنا مشكله يا كابتن قبل ما تكمل. انا اسف ان انا بقطع بس دي مهمه النقطه. فضل. دي احنا عندنا مشكله ان لو قفشه مش موجود ما يبقاش عندنا حد تاني مكانه. ما هو لازم بقى. ايوه. يكون عندنا حد تاني. انت النادي الاهلي لازم في كل مركز عندك اتنين لعيبه يعني قريبين قوي في امكانياتهم الفنيه من بعض. اوكي. اتنين لعيبه في كل مركز يعني. احنا لو قلنا ثلاث حراس مرمى وعايز 20 لعيب في كل مركز اتنين لعيب. أيوة. قريبين قوي من بعض بحيث ان انت حتى بدون اي اصابه ولا بدون طرد عشان حد هيقعد ولا بتاع انت ممكن تعمل روتيشن بينهم، تجيبهم الناس كلها تبقى موجوده وتبقى بتلعب. يعني انا كان نفسي ناصر ماهر
ياخد اكتر من كده ويخش في يعني يبقى موجود لقفشة فيه شويه اجهاد، يقعد شويه يستريح. وناصر امكانياته كويسه، لو خد ثقه في نفسه ممكن يؤدي بشكل كويس. فهي دي يعني، والامكانيات تسمح ولاعيبه النادي الاهلي تسمح بده. فبرضه من مسؤوليه المدير الفني الناس اللي متأيده عنده في الليسته لازم كلهم يبقوا. قناعات حضرتك عارف، ما انا ممكن خالد جدالة مش مقتنع باسلام، فيعني بس اجهزه والله لو عملت ايه؟ طالما لو مش مقتنع باسلام وهو متأيد في القايمه يبقى غلطي. غلط المدير الفني. طالما انا ارتضيت ان انا اللعيبه دي عندي في القايمه لازم اجهزهم كلهم فنية. حتى لو انا مش مقتنع. طبعا ما هو يعني حتى لو انا مقتنع، مش مقتنع من خلال التمرين يعني، مش مقتنع من حاجه، ممكن اقتنع بعد كده. ما محمد شريف جه في وقت كان برضو في الاول خلاص ما كانش بيلعب. طيب بعد كده بقى نجم الفرقه، مظبوط، وهداف الفرقه. أي. فهو طالما انا لو مدير فني ارتضيت ان القايمه دي فيها 30 لعيب سين وصاد وعين خلاص، يبقى من واجب شغلي ان انا اجهز الناس دي كلها خططيا وفنيا وبدنيا وذهنيا ونفسيا ومعنويا، كله يبقى جاهز. كنتوا بتعملوا كده ازاي يا كابتن في ظل تلاحم يعني زي الوقت اللي احنا فيه ده؟ لو حضرتك المدير الفني وفي ظل تلاحم المواسم ده، اولا تلاحم كبير جدا، وفي نفس الوقت عندي ثلاث ايام بدي يوم اجازه بعد الماتش مفيش وتاني يوم باجي خمسه على اثنين، حضرتك عارف تمرين خفيف تمرين خفيف بعد كده شكرا معسكر وتلعب. ايوه هتعمل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله ازاي؟ مش في وقت ضغط الماتشات. ما هو احنا بقى قبل كده ضغط ماتشات بس، ما يبقى في محاضرات نظريه في برضه بتخطف. بس هل النظري بيبقى كابتن مفيد؟ بيبقى مفيد مع لعيبه كبيره زي يعني المعلومه لما بتتكلم مع لعيبه على مستوى عالي. لا بيبقى مفيد انما لعيبه امكانياتها على قدها لازم اشتغل معاها في الملعب. بتلفت نظر اللاعب لحاجه بالظبط نظري، وبعدين الماتشات ان انا بفرجه على الاخطاء ممكن بتاعته، على الفرقه اللي انا هلاعبها، على نقاط القوه نقاط الضعف. لا بيستجيبه وبتنور له فكره برضه وبتفتح له، يعني انت بتحط له الحلول سواء كانت هجوميه او دفاعيه لاي موقف هو ممكن يشوفه خلال اي منافسه هو بيلعبها. يعني دي برضه ماموريه المدير الفني. يعني ازاي ان انت بتدي الحلول فيديوهات وهو اللعيب بقى بيختار، بس هو عنده خمس ست حلول للموقف ده لما بيتعرض له هو بيختار الحل من الحاجات اللي المدير الفني مديها. لان الناس بتبقى دايما شايفه ان مفيش وقت، يعني جمهور الاهلي لما بيجي حتى بيتفرج على اللعيبه المباراه اللعيبه مش قادره تعبانه، يعني احنا اخر ثلاث اربع مباريات بصراحه الله يكون في عون اللعيبه، حتى ماتش المصري اللي كسبناه اربعه اللعيبه تحس ان رجليها زي احنا دايما بنقول كسبنا اربعه وكان ممكن نكسب ثمانيه. بالظبط. خد بالك يا كابتن اسلام انا عايز اقول لك حاجه، حتى الماتشات دي انت لو ترجع ليها، يعني ماتش الاسماعيلي اللي تعادلنا فيه ده نكسبه سته، تكسبه كتير مش هتكسبه فرق جون، تكسبه سته. يعني انت ان واضح الفرق ما بين المستويات كبير جدا، ولكن احنا الفتره دي التوفيق كان بعيد برضو عننا. يعني الكره اللي بتيجي بتروح تيجي جول حاجه عجيبه انما نقول قدر الله وما شاء فعل. ولكن المدير الفني مع فرقته بالذات لما بيكون ماسك فرقه كبيره زي النادي الاهلي، لا حتى يخلق لنفسه الوقت يخلق لنفسه، اصل هي كره القدم تدريب الاساس التمرين. اوكي. لان اللي بيتعمل في التمرين هيتعمل في الماتش. وبعدين فيها حاجات كتيره قوي، في شغل كتير قوي ممكن تعمله بدون اي جهد بدني ولا لا ممكن تشتغل من غير ما اللعيبه تحمل عليها ولا جهد بدني ولا حاجه، الوقفه في الملعب ازاي، يعني في حاجات كتيره ممكن بتحصل يعني. انما طول ما انت موجود لازم يبقى في شغل ولازم يبقى في افكار جديده. خد بالك احنا جينا في وقت برضه من زمان، كابتن جوهري الله يرحمه. ايوه. كابتن جواري كان يحببك كابتن اسلام في التمرين. يعني تبقى رايح راكب العربيه ورايح النادي عشان انت عمال تفكر هو هيعمل ايه النهارده. التمرين هيبقى شكله عامل ازاي. ايه التمارين يعني شوف بيشوقك ازاي ان انت رايح التمرين، يعني عايز تعرف ايه اللي هيحصل، ولما بتنزل الملعب بتادي بشكل كويس. ايوه. فالابتكار والتطوير والكلام الجديد في التمرين في التمرين طبعا. والكلام الجديد في الكوره يعني برضو ما لعيب الكوره لو فضل يسمعني وانا بقول نفس الكلام لا مش هينفع بالظبط، فانا لازم اغير. اوكي. واغير من كلامي واغير من طريقتي واغير من التون بتاع الصوت بتاعي في الكلام، ممكن ان انا اعليه ممكن، يعني قصه التدريب دي قصه صعبه جدا للي بيشتغلها صح.
للي بيشتغل، وقصه سهله للي بيشتغل وخلاص. انما لو هتشتغلها صح اونطه يعني بيشتغل اونطه. مش عايز اقول كده، ان لو هتشتغلها صح لا قصه صعبه، ولازم يكون الواحد فاهم كويس يعني. انا بمناسبه كلام حضرتك، لما الواحد يفتكر كده اليكس فيرجسون المدير الفني لمانشستر يونايتد، 17 سنه مش عارف ولا 20 سنه مدير فني، ايوه مع الكلام اللي حضرتك بتقوله ده برضو كان بيجيب كلام جديد منين؟ بس لا يعني اللعيبه فاهمه. وبعدين كانوا بيتغيروا وقتها وبيتغيروا اللعيبه بتتغير، وبعدين انت المدير الفني بيحط خطوط عريضه نظاميه. اوكي الفرعيات دي اللعيبه بيبقى ليها ابتكار جوه الملعب حسب المواقف اللي هم بيقابلوها. فنقط مهمه جدا حته الابتكار، التطوير، ان انت بتطور نفسك حتى في الكلام او حتى في الاستوديوهات التحليليه. يعني لما تقعد تتفرج على استوديو تحليلي وتلاقي نفس الكلام، نفس تقلب نفس كده، طب ما فيش كلمه جديده، ما فيش حاجه يعني الواحد يسمعها اول مره، دي بتفرق جامد جدا. وبعدين بص يا كابتن اسلام، لعيبه الكوره دلوقتي اذكياء جدا. احنا زمان على ايامنا ما كناش نعرف المدير الفني اللي جاي لنا ده كويس ولا وحش، احنا بنتمرن يعني، هو جه احنا بنتمرن اللي بيقوله بنعمله. لا دلوقتي المدير الفني من اول ما يتكلم، من اول ما يتكلم نص ساعة كلام خلاص اللعيبة عرفت هو كويس ولا مش كويس، يعني تقيل ولا مش تقيل، إمكانياته عالية هيطور مننا ولا عادي، أي كلمتين وخلاص. صدقني لعيب الكورة لما بيقتنع وبيشوف إن في حاجات، لا بيسمع الكلام. أوكي. وأنا عديت يعني عديت طبعا على الحاجات دي كتير. لعيبة كانت متعبة جدا، كانت تتعب ناس كتيرة جدا معايا منتهى الجدعنة ومنتهى الرجولة، لأن هو تفرق في طريقه التعامل النفسي مع اللعيب. كل لعيب كوره ليه مفتاح. اوكي. كل لعيب كوره ليه مفتاح، عرفت مفتاح خالد هتعرف تتعامل معاه، انا عرفت مفتاح كابتن اسلام هعرف اتعامل معاه. فلازم المدير الفني برضو ده من الذكاء انه يعرف المفاتيح كل لعيب مفاتيحهم كل هتخش له منين. عموما هنكمل كلامنا مع كابتن خالد ولكن خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل هذا الكلام الممتع الرائع مع النجم الكبير كابتن خالد جبل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خالد، ثنائيه وسط الملعب عمرو السوليه حمدي فتحي، عمرو السوليه اليو ديانج، حمدي فتحي اليو ديانج، من وجهه نظرك ان يعني اي واحد فيهم الافضل؟ كلهم مختلفين واي تشكيله. لا واكرم توفيق كمان يعني اكرم يخش معاهم يعني انت عندك اربعه ممكن، لو مش هتستخدم اكرم كظهير يمين عندك اربعه ممكن تستخدمهم. ولكن يعني يمكن عمرو السوليه لما بيكون في حالته طبعا بيبقى حاجه، هو مقدم موسم استثنائي سوبر. بالظبط. حمدي فتحي لما يكون كويس، واليو ديانج طبعا يعني هم كلهم كويسين يعني فدي حاجه بتريح اي مدير فني. انت مع بيع بقى اليو ديانج على الكلام اللي كان بيتقال الفتره اللي فاتت ان هو ممكن يتباع ممكن يتعمل، ولا شايف ان هو لا يكمل، ولا لو العرض مغري جدا مثلا؟ لو العرض مغري وكويس ومقنع بالنسبه لاداره النادي الاهلي لا يمشي. لان انت عندك البدايل. فلو هتستفيد ماديا لا يبقى يمشي، مفيش اي مشكله. ولو العرض غيره، ما هو العين اللي جابت اليو ديانج تقدر تجيبه، تجيب غيره. وانت عندك في المكان يعني، انت هيبقى عندك دلو يعني، عشان الناس ما تفهمش طبعا. ده احنا بنتكلم في مش يعني بالظبط، مش حاجه. عندك اكرم وعندك عمرو السوليه وعندك حمدي فتحي وفي ناس تانية ممكن تلعب في المكان ده. طيب خلينا ننتقل يا كابتن لمنتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني عندنا مباراه انجولا والجابون في اول يعني يوم 1 ويوم 5 سبتمبر. شايف ازاي بقى منتخبنا في ظل عدم تجمع المنتخب بقالنا فتره طويله جدا؟ يعني احنا نسينا المنتخب. المنتخب اشتغل شهر متهيألي من اول ما يعني الدنيا طبعا. الله يكون في عون اللعيبه والله يكون في عون الجهاز حسام يعني طبعا حسام الله يكون في عونه، ضغط الماتشات واكتمال المسابقات برضه جاي على حسابه هو، مش عارف يعني اللعيبه هتروح له عامله ازاي؟ يعني بعد يوم الجمعه اللعيبه هتروح له عامله ازاي؟ مفيش، وهو مش هيقدر يشتغل يعني مفيش شغل يعني بالعكس بقى هتبقى حاجات استشفاء وحاجات نظريه وحاجات. الجمعه ده مثلا 28 اعتقد، الجمعه النهارده 25 يعني 27 يعني فاضلك 3 ايام على الماتش خلاص، هو مش هيقدر 4 ايام على الماتش، يا دوبك هي محاضرات نظريه واستشفاء برضه. بالنسبه للعيب طبعا هيعمل ايه؟ خلي بالك اهلي زمالك اسماعيلي كله جاي مجهد فهي هتبقى محاضرات نظريه، وبعدين تشكيل الفرقه وقرايه الماتش والتغييرات مخلص. وبعدين بقى الله يكون في عونه وفي عدم في وجود صلاح، انا لغايه دلوقتي متهيألي صلاح مش هيكون. كان ده سؤالي اللي جاي، صلاح والنني الاثنين مش موجودين بسبب هيفرقوا طبعا محمد، لانه على الرغم ان انا لسه قاري دلوقتي ان الكاف باعت للفيفا بيطلب منه التدخل في هذه الازمه علشان
يعني من شهرين، يعني كلام الكاف بيقول للفيفا ان من شهرين كانت الاتحاد الاوروبي مدي بعض الوفود من القائمه الحمراء في بعض الدول مديلها استثناء علشان تلعب في تلعب في البطوله الاوروبيه. أيوه. دوري ابطال اوروبا. أيوه. وبالتالي ليه ما يحصلش كده دلوقتي بالنسبه للاعبين يعني اللي بيلعبوا في اوروبا الافارقه؟ هم بعتوا بالنسبه لمحمد ونادي ليفربول، بعت المشكله مش ان هو يجي، المشكله ان هو لما هيرجع هيقعد 10 ايام في الحجر الحجر الصحي. فهي دي طبعا مشكله، عدم وجوده هو والنني هيفرقوا جامد جدا. وتريزيجيه ربنا يشفيه برضه ويرجعه. يعني تريزيجيه لسه الاصابه فتلاتة يعني هم ثلاثه هيفرقوا، يعني هيفرقوا جامد جدا مع منتخبنا، ولكن بقى البركه في اللي موجود باذن الله. ماتشات مش هتبقى سهله على فكره. ما هو ده النقطه اللي كنت هسال حضرتك عليها. يعني انت شايف الاسمين يعني انجولا والجابون، يعني انت مسافر يعني هتخلص انجولا وتسافر الجابون في ثلاث ايام. حضرتك شايف في ظل الارهاق الشديد اللي كان بيحصل خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا دول او الشهر اللي فات بعد البطوله الاولمبيه، اعتقد صعبه جدا جدا، وماتشات مش هتبقى سهله، ماتشات جامده. اي نعم احنا متفوقين عليهم، ولكن ماتشات مش تبقى سهله خالص. يعني هتبقى ماتشات جامده، محتاجه كمان ان احنا بقى نستثمر الفرص اللي هتيجي، فرصه فرصتين تجيب منهم جون وتكسر الماتش، لان انت مش مطالب ان انت تجيب جوان كتير، انت ثلاث نقط هتاخدهم. فهو جون يكفيك. يعني فربنا بقى يسهل ويبقى برضو التوفيق من حليفنا. يعني الانباء بتقول ان في 9 لاعبين واثنين على قائمه الانتظار في النادي الاهلي، يعني 11 لاعب تقريبا الفرقه كلها. ما هو ده النادي الاهلي. هو هيبقى منتخب مصر، وهتلاقي منهم ممكن 7 بيلعبوا. ممكن 7-8 كمان بيلعبوا. ده هيبقى تاثير سلبي جدا طبعا. هيبقى تاثير سلبي، بس هو ما يقدرش يستغنى عن اللعيبه بتاعه النادي الاهلي. مش يعني في لعيبه مش هيقدر يستغنى عنها. في مثل هذه الحالات الجهاز الفني للمنتخب برضه يعمل ايه؟ ما احنا عايزين ندي روشته للجهاز الفني للمنتخب، لانه زي ما قلت حضرتك احنا يوم الجمعه 27 هيروحوا المعسكر يوم 28 29 30 31 هيلعب يوم واحد. ايوه ثلاث ايام وهيلعب يوم واحد. ثلاث ايام بالظبط. هو مش هيقدروا زي ما بقول لك كابتن اسلام، هو ازاي تدريبات الاستشفاء برضه نفس الكلام، الاستشفاء والمحاضرات. وبعدين هو بقى شطارته في اختيار الفرقه اللي هيلعب بيها من الاول، وقراءته للماتش، يعني ازاي يمشي الماتش في الاتجاه اللي هو عايزه. يعني الاستراتيجيه اللي هيحطها عشان يمشي الماتش في الاتجاه اللي احنا عايزينه، يعني اللي احنا نكسب بيه بس، مش اكتر. انه مش هيقدر ولا يشتغل حاجه بدنيه خالص، ولا يشتغل تكتيك، ولا هيشتغل، ما فيش وقت. اللعيبه اساسا جايه مجهد يا دوبك على الكرات الثابته بس. بالزبط. لو عملها يعني بالظبط كده. يعني هو كل التمارين هتبقى الـ5 ضد 2 والـ4 ضد 2، دواير والاطالات والاستشفاء وكور ثابته بس، ويخلص ماتش واحد ياخد اجازه ثاني يوم. نفس الكلام هيروح، نفس الكلام برضه، نفس الشغل. مش هيقدر يعمل اي حاجه اكتر. ويكون في عون لعيبه الاهلي تحديدا، لانه هيرجع من المنتخب للماتشات الكاس، الله اعلم يعني في قاعده لسه. سوبر افريقي وبطولات كده، السوبر الافريقي وبعد كده الدوري وبعد كده. ما هو ده بقى اللجنه الثلاثيه لازم، يعني بتخلي كل الانديه والمنتخبات هتدفع ثمن سوء التنظيم ده وضغط الماتشات. يعني كان اكيد احنا برضو زي ما كنا بنقول عايزين كلام جديد في الكوره، عايزين افكار جديده من اتحاد الكوره. يعني بلاش نفس الريتم ونفس الافكار اللي بقى لها 20-30 سنة. لا، اكيد في حاجه جديده وفي فكر جديد وفي تطوير. ان انت تريح الناس، انت عايز تتعب الناس ليه؟ يعني انت بتتعب الانديه وبتتعب المنتخبات عشان مسابقات تفضل ماشيه؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. عموما يا كابتن، اخيرا اخر حاجه عايز حضرتك تقولها، لو كلمة لجمهور الأهلي وللعبة الأهلي خلال الفترة القادمة. لجمهور النادي الأهلي، أنتوا اللاعب رقم واحد على مر العصور بالنسبة للنادي الأهلي. طبعًا. وقتكم دلوقتي المساندة لفرقة النادي الأهلي والمساندة للعيبة. وشكرهم على الفترة اللي فاتت والبطولات اللي هم جابوها، وبإذن الله تحفزهم عشان البطولات اللي جاية. أيوه. بالنسبة للعيبة. أيوه. هارد لك، انسوا اللي فات زي ما الكابتن محمود الخطيب قال. ارموا اللي فات ده ورا ظهركم، فكروا في اللي جاي، وتبقى بطوله الدوري اللي بعدت عنكم دي تبقى هي الدافع الرئيسي والحافز الاول، ان انتوا باذن الله تفرحوا جمهور النادي الاهلي وتفرحوا مجلس اداره وتفرحونا بالبطولات اللي جايه باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده. شكرا يا كابتن خالد، استمتعت واستفدنا كتير جدا من كلامك. شكرا، شكرا، الف شكر يا سيدي. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن خالد جد الله. زي ما قلت لحضراتكم دايما، الأهلوية ارفع راسك فوق، انت أهلاوي، ده كلام لكل الأهلوية اللي بيحبوا النادي الأهلي من جوه. بطولة وانتهت، من بكرة إن شاء الله
هنبتدي نفكر في البطولة القادمة، عندنا مباراة يوم الجمعة عايزين نكسبها بناء على كل الكلام اللي حضراتكم سمعتوه من كل خبرائنا اللي بيكونوا موجودين معانا. بعد يوم الجمعة إن شاء الله نبتدي نفكر، هنتكلم عن المنتخب، وبعد كده إن شاء الله نتكلم عن الإعداد لبطولة السوبر الإفريقي اللي إن شاء الله تكون أول بطولة استطيع النادي الأهلي أن يفوز بها بعد 6 بطولات أو 5 بطولات والبرونزية. إن شاء الله دي تكون أول بطولة جديدة يفوز بها لاعبو النادي الأهلي كما وعدوا كابتن خطيب في كلامهم امبارح مع كابتن خطيب. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله يوم الاحد القادم وحلقه جديده، اشوف حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس.